من دبي محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب لينا قلنوع الحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة لينا. إذا بداية بالأمس خرجت العديد من البيانات الاقتصادية تحديدا في الولايات المتحدة، نتحدث عن مبيعات التجزئة، الانتاج الصناعي. كيف أثرت هذه البيانات على مؤشر الدولار ومقابل العملات الرئيسية الستة؟ أهلا بك. بالفعل أحمد، هناك عدد من البيانات ومنها مبيعات التجزئة الأمريكية التي نتابعها باستمرار لأن تعطينا صورة أوضح عن الإنفاق الاستهلاكي. الدولار الأمريكي بالفعل تراجع أمس إلى مستويات 103، هو انخفاضات بعد وصل أعلى مستوياته منذ عام 2002. هذه الارتفاعات التي وصلها تقريبا نتحدث عن 105 نقاط من الارتفاعات وصلها إذا تحدثنا خلال الشهر الماضي مكاسب على الدولار الأمريكي ب 4.19%، هو أكبر ارتفاع شهري منذ عام 2015 حققه الشهر الماضي مؤشر الدولار الأمريكي. بالتالي الخطوة التي قام بها الفدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساسية دعمت أيضا ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي. توقعات وخاصة بعض التصريحات أمس جيروم باول كانت تصريحات مهمة وكنا نتابعها لأنها تعطينا دلالة على رفع أسعار الفائدة، وبالفعل هنا تصريحاته متوقع أن يكون هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل كبح ارتفاع التضخم الذي وصل إلى مستويات يعني قياسية، يعني ربما حصل انخفاض خلال الشهر الماضي إلى 8.13%، لكن يعتبر مرتفع جدا. مبيعات التجزئة الأمريكية جاءت أقل من المتوقع، نتحدث عن 0.9% أقل من التوقعات بواحد في المئة، لكن عموما نحن عم نتحدث عن الانفاق الاستهلاكي هو ارتفع من 2.7% ل 2.9%. هذا يعطينا أنه في تحسن في الأرقام الاقتصاد الأمريكي. أيضا إذا ظلنا إلى الناتج المحلي الإجمالي هو تراجع بواحد 1.4%، لكن هذا التراجع بسبب انخفاض الانفاق الحكومي بسبب انخفاض في الميزان التجاري وأيضا انخفاض في الاستثمار في المخزون. فبالتالي لكن الانفاق الاستهلاكي عم بيشوفه عم بيتحسن عم بيرتفع، بتوقع أنه في استمرار حتى لو حصل تصحيحات وذلك بسبب اللجوء إلى الأصول عالية المخاطر. أمس شفنا كيف أسواق الأسهم، لكن عموما الاتجاه صاعد وربما نصل إلى مستويات نحن عم نتحدث أعلى من ذلك، وممكن نشوف مستويات يعني مرتفعة أكثر وخاصة مع رفع أسعار الفائدة الأمريكية. ولكن هل عم بتحرك ضمن نطاقات ولا استبعد بعض التصريحات بين الحين والآخر، لكن الموجة صاعدة على الدولار الأمريكي. نعم، يعني من الملفت بأن هذه القوة التي اكتسبها الدولار ومؤشر الدولار في ظل هذه التصريحات من المستمرة من الفيدرالي الأمريكي، لكن ماذا عن اليورو؟ لاحظنا ارتفاع واضح في أداء اليورو أمام الدولار، هل تتوقعين استمرار حالة الارتفاع لليورو تحديدا في غياب القرارات المرتقبة من المركز الأوروبي تحديدا فيما يتعلق بأسعار الفائدة؟ نعم بالفعل صحيح أحمد، يعني اليورو ارتفع أمس ب1.10%، كان الارتفاعات قوية وذلك بسبب تقليص أو انخفاض المخاوف بشأن التوترات السياسية، وهذا ما دعم اليورو للارتفاع أمس، لكن عم نشوف عودة للانخفاض اليوم، وما زال اليورو يعاني وضعف أمام الدولار الأمريكي. وذلك كما ذكرت الفروقات بين تصريحات البنك المركزي الأوروبي، ما في تشديد للسياسة النقدية مقارنة بالفدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا المركزي، هناك تسريع برفع أسعار الفائدة وبتشديد السياسة النقدية أكثر من البنك المركزي الأوروبي. نحن عم نتحدث عن التضخم ما زال مرتفع في منطقة اليورو، أيضا عم بتأثر لكن اليورو بشكل عام إذا نظرنا إليه ما عاد ينخفض بشكل سريع، يعني عم نشوف انخفاضه أبطأ لأن هناك توقعات أنه يكون في إيقاف برنامج شراء الأصول في الشهر المقبل حتى قبل الموعد، فبالتالي ما عم نشوف أنه اليورو عم بتباطأ، وبالتالي انه البنك المركزي الاوروبي عم بيتوقع انه يكون في تجديد للسياسه النقديه، لان التضخم كما ذكرت قبل قليل هو مرتفع وصل الى 7.5% في منطقه اليورو. هناك تصريحات من اعضاء البنك المركزي الاوروبي عم بيتوقع ايضا انه التضخم عم بيرتفع اكثر، لكن يعني توقعاتها الان عم بتكون انه ممكن يكون في رفع لاسعار الفائده بواقع 100 نقطه اساس على اقل تقدير، ممكن يكون هذا رفع أسعار
فائدة ب 75 نقطة أساس، لكن إذا ما قورن برفع أسعار فائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي الفدرالي الأمريكي وأيضا بنك إنجلترا المركزي، عم نشوف أنه رفع أكبر. يعني الفدرالي الأمريكي ممكن نشوف بنهاية العام رفع ب 2.5%، وايضا بنك انجلترا المركزي كمان ايضا عم بيقوم برفع اسعار فائده، قام برفع اسعار الفائده 4 مرات، وفارق عوائد السندات الخزانه الامريكيه لاجل 10 سنوات اذا قارناها بعوائد السندات الالمانيه نتحدث تقريبا عن 194، فبالتالي هذا كله عم بيصب لصالح عوائد سندات الخزانه الامريكيه، وعم يخلي انه ضعف الاتجاه الهابط لليورو. اليورو ممكن يصل، يعني إذا ضلينا دون مستويات 1.6 ممكن نشوف 1.1، وممكن نشوف المقابل الدولار يصل اليورو، ولحتى يحافظ على مستويات اليورو لازم يكون فوق 1.8 حتى تعود الإيجابية لليورو مقابل الدولار الأمريكي. نعم لينا، هذه التحركات للعملات الرئيسية من الملفت بأنها تتأثر بشكل كبير في القرارات من البنوك المركزية، لكن كيف تؤثر على الملاذات الآمنة من العملات تحديدا الين الياباني الذي شهدنا يعني منذ بداية تعاملات هذا الأسبوع تحديدا الأسبوع الماضي حالة من التقلبات والانخفاض في أدائه؟ الين الياباني عم بيتداول ضمن نطاق محدود، عم نشوف عن 129، عم نشوف بعض الارتفاعات القليلة لكن بضل ضمن نطاقات محدودة. بعد ما وصل خلال الأسبوع الماضي شفنا مستويات يعني وصل ل 131 وتراجع بشكل كبير، نحن عم نتحدث عن تراجعات ب 6.17% خلال الشهر الماضي يعني مقابل الدولار الأمريكي. فبالتالي يعني سياسة البنك المركزي الياباني عم تضل انه في سياسته تحفيزيه، سياسته متجهه للانفاق، لاني عم بشوف انه في رح يكون تباطؤ في الاقتصاد الياباني خاصه مع الاغلاقات الاقتصاديه التي حصلت في الصين، وبما انها تعتبر اليابان شريك ايضا مع الصين فرح يتضرر اقتصادها، فبالتالي كشريك تجاري، فبالتالي مع الصين هذا بيخلي انه هناك تباطؤ ايضا في الاقتصاد الياباني، وخاصه بعدما اظهرت اخر بيانات انه في انكماش في الربع الاول في النمو الاقتصادي الياباني، عم نشوف انه الانكماش كان يعني ربما يعني جاء اقل من المتوقع لكن حصل الانكماش يعني او يعني كانت التوقعات، نحن نتحدث عن 0.14% جاءت يعني افضل الانكماش ب 0.20 في المئة، لكن هناك تباطؤ بالتالي رح يستمر. البنك الياباني المركزي لا يفكر أبدا بسياسة تحفيزية أو بتجديد السياسة النقدية، رح يستمر بسياسته التحفيزية بأسعار فائدة سلبية عن 0.10%، التضخم 21%، التضخم منخفض، وبالتالي مقارن بما يقوم به الباقي البنوك المركزية الأخرى في تجديد السياسة النقدية أكثر من ذلك، وهذا يبقي على الاتجاه الهابط للين الياباني. نعم، محللة أسواق مالية في إيكويتي جروب لينا قنوع كنت معنا من دبي، شكرا.